نزعم ونحب ونحلم انه دايما يبقى من افضل ومن اصدق الاستفتاءات. عشان كده بنعمل حاجات كتيره جدا يمكن انتم ما تتخيلوش البرنامج التلفزيوني يعملها، او يعني دايما تتخيلوا انه اكيد البرنامج التلفزيوني هيستسهل قوي. الحقيقه ما استسهلناش، احنا بنشتغل عليه، بنقعد فترات كتيره جدا، بنقعد عشان الاختيارات وعشان نتاكد هي ايه الاسئله الصح وازاي هناخد اجابات صح. حلمي، احمد السقا، اياد نصار، حسن الرداد، عمرو يوسف، محمد رمضان. لطيفه هي ما كانش عندها البوم بس كان عندها مسلسل، المفروض اغاني المسلسل جمعتهم في صيدله القاهره، كانوا عملوا الكليب باسمه فاكر ايام لمتنا على الاغنيه المشهوره يعني. الناس لما بتيجي تنزل الشارع وارد جدا تلاقوا ناس مستغرباكم او مخضوضين منكم، فالدور المهم اللي انا شايف ان انتوا هتواجهوه وهتلعبوه في الموضوع ده ان انتوا تخلقوا مساحه حوار مع الشخص اللي هيلبسه. اغنيه 4 سيناريو 4 من 30 سنه أرض الإدارة. خد ال 2000 إن شاء الله. خد ال 2000؟ لا 2000 وشوية. كنا ممكن نعمل حاجة أسهل بكتير وأسرع بكتير على فكرة. كنا ممكن من غير اي حاجه نحدد نقول احنا يا جماعه عندنا حلقه هنصورها يوم 31 ونختار ونقول، وانا اقعد على الكرسي ده واقول احسن ممثل هو فلان، احسن شخصيه عامه هو فلان، واقول حيثياتي. ده كان هياخد مننا زمن اقصر بكتير، مش هياخد مجهود خالص. بعد ما قعدنا معاكم وبعد ما اشتغلنا مع الناس التكنيكال، واحنا بنقدمها للناس هنبقى واثقين وهنبقى متاكدين وهنبقى فخورين ان احنا بنعمل شغل تلفزيوني حقيقي مش اي حاجه.